هل التقدم الطبي موضة؟ يعني احيانا بنتهم العلم وبنتهم الطب انه ساعات كده بيعمل اختراعات يقول لك ايه، يعني بيستعرض عضلاته، لا دي موضة. الحقيقة لو دققنا النظر وعرفنا ان كل تقدم طبي بيبقى له هدف محدد. والنهاردة في فقرة حكيم دريم حاجة مش موضة على الاطلاق، ولكنها ثورة طبية عملت قفزة طبية نتيجة تقدم علوم اخرى بجانب علم الطب. الفيزياء بتخدم على الطب كتير قوي، الكيمياء بتقدم على الطب كتير قوي. النهاردة كاميرا هتدخل البني آدم، الجهاز الهضمي بتاعه، تقعد تصور وتلقط، تصور 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 كام صورة، هنعرف من ضيفنا النهاردة بتصور ازاي، هل تغني عن المنظار، ايه استخداماتها، كل ده هنعرفه من الدكتور خالد سراج زكريا، استاذ مساعد الجهاز الهضمي والكبد بقصر العين. نرحب بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. احنا زي ما صورت، زي ما الكبسوله بتصور، احنا صورنا تقرير هنشوفه وهنرجع لحضرتك. تمام. في مريض بينزف ومش معروف النزيف جاي منين، بنعمل منظار معده من فوق الفم لغايه الاثنى عشر زي ما قلت، ما بنلاقيش حاجه خالص، بس اللي يعمله كل واحد كويس، ونعمل منظار قولوني لغايه اخر مدى كويس مفيش حاجه. طب هي احنا فين؟ ظهرت اهميه الكبسوله. الكبسوله دي زي ما شفنا في حجم كبسوله المضاد الحيوي او كبسوله الفيتامين. المريض بيصوم وبتحضر عشان يبقى قولونه يبقى امعاءه نظيفه، وبيبلع الكبسوله شويه ميه، بعد ساعه نطمئن انها دخلت الاثنى عشر. نطمئن ازاي؟ بنحط مونيتور على جنب المريض يسجل لنا احنا فين بالكبسوله الحديثه. تفتح المونيتور وتقعد تتفرج. احنا بقى كناس خبراء في المناظير عارفين ان احنا لسه في المعده. المعده ما يهمنيش المعده في الحاله دي، انا عايز وهو دخل امعاء دقيقه بدا يمشي. وعندنا بقى حاجات، يعني اذا عوقت في دخول الامعاء الدقيقه بنقعد نزقها ببعض الادويه. مش نافع تخش الامعاء الدقيقه، شوفوا اهميه التحليل بقى، ادخل بمنظار وازقها. يعني احنا مش بنعملها رفاهيه. كبسوله الامعاء الدقيقه لا تغني عن المنظار التقليدي. ليه؟ كبسوله الامعاء الدقيقه غاليه جدا ومكلفه، نمره واحد. حتى لو معاك فلوس مش هعملها لك الا لو كان ليها انديكيشن. الحاجه الثانيه ان كبسوله الامعاء الدقيقه لا تقدر تاخد عينات للتحليل الباثولوجي، ولا تقدر تعالج زي ما بنعمل مثلا كي الحته بتنزف او ربط او حقن او كده. يبقى كبسوله الامعاء الدقيقه بنستخدمها لو في حاجات بتنزف في الامعاء الدقيقه عامله انيميا او عامله نزيف واحنا مش شايفينها، وبعد كده نوجه يعني نلسحها نكويها بالارجون اللي هو ارجون بلازما اللي هو زي الليزر بس خفيف وحنين، يعني نعمل لها حقن بماده زي الحبال الدوادي، يا بنحوله للجراح يفتح ويقطع ويشيل. يعني هي العمليه منظومه متكامله. تعالوا ورينا كده على بعد ساعة ونص من بداية ما بدأت الكبسولة، يعني نتكلم في منتصف الأمعاء الدقيقة. خش ورينا بقى. ايوه ايه ده؟ في عندنا في ماس، في ماس يعني ورم يعني موجود في منتصف الأمعاء الدقيقة، بس قرحة. قرحة دي الصور المتتالية ليها. ايوه وقف في حتة كده فيها ال اهي المنظر ده، ها المدور ده، ودي عايزه واحد خبير قوي عشان يلقطها، مش كده يا تامر؟ هي كلها خدت 10 صور، يعني بنتكلم في ثانيتين في فيلم كامل. الفيلم كله 8 ساعات، دي ثانيتين. هشوف الخبره محتاجينها ازاي.
بيقول يا دكتور خالد الحاجة أم الاختراع. تمام. يعني الواحد محتاج حاجة فبيقعد يفكر ويخترعها. إيه اللي خلى بقى الأطباء يحتاجوا أو يخترعوا هذه الكبسولة اللي احنا شفناها في التقرير؟ احنا عندنا كان طول عمر الأطباء بتوع الجهاز الهضمي عندنا مشكلة إن احنا من فوق بنوصل حد الاثنى عشر، المريء المعدة والاثنى عشر بالمنظار. بالمنظار كويس قوي، متر وعشرين، متر واربعين، متر وستين اخر حاجة. الاثنى عشر هو بداية الامعاء الدقيقة. أيوة. دي بتوصل لحد ستة متر. مش معقول. اللام لولوة كده على بعضيها كده، يعني في صعوبتين، الطول وهذه اللولوة. فعشان تخش بمنظار يعني حتى لو كان مرن اي مرونة برضو اللولوة دي صعبة طبعا جدا، فدي نمرة واحد. ولو دخلنا من تحت هو متر ونص في القولون وبرضو عندك ستة متر بتوع فوق. فعشان نوصل للستة متر دول مش عارفين. ممكن نعمل اشعة مقطعية ونتصور شكلها بالصبغة، وكان يدرسوا لنا ايام الكلية دي عاملة زي الوردة ودي عاملة زي مش عارفين ودي عاملة زي يعني ايه، خيال خيالات. بس ان انت تشوف احلى حاجة الرؤية دي نعمة البصر ده نعمة طبعا. فان انت تشوف الناس تقول هو ده. يجي عيان مثلا يكون بيجي له انيميا وبينزل دم خفيف في البراز، تبص من فوق بالمنظار زي الفل، تبص من تحت بالمنظار زي الفل. ده جاي منين؟ ممكن يكون قرح، ممكن يكون لا قدر الله ورم، ممكن يكون حاجات خفيفه، ممكن يكون حاجات صعبه، بس هتعرف منين. فنزل الكبسوله، ودي كانت فكره زمان، كانت في فيلم لو حضرتك تفتكره زمان في الستينات. أيوة. لما صغروا الناس ودخلوا دخل جوه رحله داخل جسم الانسان، جسم الانسان. وعملوها بقى فعلا، ونزلت من حوالي اربع سنين، واحنا كنا اول ناس اشتغلناها في مصر من ثلاث سنين. كبسوله صغيره جدا بتبلع بكوبايه ميه، وفيها وشين عشان لو اتزنقت في الحيطه تشوف بالوش الثاني، لو دي يعني ليها قدام ورا وقدام كاميرات. يعني هي كاميرتين، هي كل كل وش فيه اربع كاميرات. نحاول نشوفها ونشرح عليها برضو. يعني هما في كمان، يعني في كمان منها انواع. طب نوجهها للكاميرا كده. فنوجهها للكاميرا. دي مثلا الكبسوله الطبيعيه. ايوه. بيبقى زي ما شفت هنا، في وش في اربع كاميرات وفي نور. وهنا اربع كاميرات ونور. الصغيره البيضه دي كاميرا. دي الاربع حاجات دي اربع كاميرات، وجنبيها طالع فلاش. وتصور لحد 16 صوره في الثانيه. 16 صورة في الثانية، يعني السينما 24 صورة في الثانية. وفي موديلات بتعمل 24، انت تنزل كأنك داخل بتتفرج على فيديو جوه لايف. العيان بيبلع. طب احنا لو ضربنا ال 16 صورة في الثانية دي على الرحلة دي تبقى ما هي حكاية فيلم. آلاف الصور. ما هي بتنزل لنا بقى في صورة كأنها فيلم فيديو. هي دي العيان بيبلعها، وبيبقى لابس حاجة زي الوكمان بتاع زمان كده. بيسجل لمدة 8 ساعات. وبيطلع لنا زي على الهارد ديسك فيلم صغير كده، بنقعد نتفرج عليه ونشوف الرحلة بتاعتها، الصور الكبسولة الملف ده من أول البق واللسان والمريء والمعدة والاثنى عشر، وبعدين نخش على المجهول.